مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل اكل بسيط بس هو حلو جدا. هعمل ايه النهارده؟ اخدكم كده واحده واحده في الوصفات. اول حاجه هعملها هو رز بالخضروات، توم بسله وجزر وفي كرات وسمسم وحبه بركه، لونه حلو جدا وطعمه كمان حلو جدا والقيم الغذائيه فيه حلوه جدا. هعمل ايه بقى كمان النهارده؟ هعمل دبابيس الفراخ بصوص العسل والثوم، عسل النحل والثوم المفروم والجنزبيل الفريش المفروم، نكهات قويه جدا الى حد ما نكهات اسيويه بس طعمها حلو جدا، طعمها واضح جدا، طعمها صريح جدا. كمان النهارده بقى هعمل واحد من احلى الحلويات اللي انا بحبها على الاطلاق، وهو كمان من اسهل وارخص الحلويات وفي نفس الوقت شياكه خالص. ايه بقى ده؟ هو السوفليه. النهارده هعمل سوفليه شوكولاته، هنشوف ازاي هو سهل جدا، ازاي ما بياخدش وقت في التحضير وما بياخدش وقت برده في الفرن. هنشوف كل ده بالتفصيل، هنشوف كل حاجه من الحاجات دي هنعملها ازاي بعد ما نرجع من الفاصل. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية. رجعنا من الفصل القصير اللي خدناه ده عشان نشوف النهارده هنعمل ايه. انا معاكم من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء، مده ساعه لربع كده على الهواء مباشره. تقدروا تكلموني على الارقام الهاتفيه اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي او من خلال صفحتنا على فيسبوك لقمه هنيه او دوروا علينا على الانستجرام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما كنت بقول لكم كده، انا عندي ثلاث وصفات. الثلاث وصفات دول وصفه رز بالخضار، وصفه دبابيس فراخ بصوص العسل والجنزبيل والثوم، والوصفة الأخيرة هي وصفة السوفليه. بس أنا مش هعملهم بالترتيب ده، أنا هبتدي بالرز فعلا، بس هعمل بعد الرز السوفليه وبعد كده هعمل دبابيس الفراخ. ليه؟ علشان أنا هعمل السوفليه من البداية للنهاية قدامكم، يعني أنا مش عامل نسخة من السوفليه جاهزة، إحنا هنعمله سوا ونحطه في الفرن وبعد كده نطلعه نشوف هيبقى شكله عامل إزاي وإمتى بيطلع بالظبط من على النار وهكذا. فأنا هعمل إيه؟ أنا هنا بس قبل ما أقول الريسيبيز أو مقادير أو أي حاجة، أنا هنا غليت مية في الكاتل وبعدين بحطها في حلة وبعلي النار، بعمل كده حمام ميه او حمام بخار للشوكولاته، بس دي طبعا صغيره شويه فخلينا نجيب بوله تبقى اوسع من دي. دي كويسه. هحط هنا كده الشوكولاته، مش محتاجين برده كل الكميه دي. هحط الشوكولاته هنا تسخن على ما ينفعش الشوكولاته تلمس الميه، عشان كده انا حاطط الشوكولاته في البوله الازاز دي. تحتيها في ميه مغليه وهعلي كمان النار علشان تفضل سخنه. طيب تعالوا اقول لكم بقى دلوقتي مقادير الرز نبتدي فيه وبعدين نشوف هنعمل ايه في السوفليه. يلا بينا. مقادير الرز: كوبايتين رز مصري، معلقتين زيت، كوبايه بسله، كوبايه جزر، مكعبات، معلقه صغيره ثوم مفروم، حزمه كرات متقطعه حلقات، معلقه سمسم، معلقه حبه البركه، ملح وفلفل. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا دايما تلاقوني بحب استخدم البذور في الوصفات، يعني ساعات بستخدم بذر الكتان، حبه البركه، سمسم، الحاجات دي بيبقى فيها زيوت نافعه، زيوت انتوا عارفين طبعا. احنا كنا بنقول دايما انه جسم الانسان محتاج كل القيم الغذائيه، جسم الانسان محتاج الزيوت، محتاج السكريات، محتاج البروتينات، محتاج الكربوهيدرات، محتاج كل القيم الغذائيه. النقطه بس هو هياخد القيم دي من ايه؟ في مصادر جيده للدهون زي مثلا المكسرات، دي فيها دهون نافعه. في كمان النشويات مثلا، هتلاقوا ان في مصادر جيده جدا فيها نشويات
سريعة الامتصاص زي مثلا البطاطس المشوية أو البطاطس عامة المسلوقة أو مثلا البطاطا وهكذا. فخلونا بس هنستخدم كل القيم الغذائية وهناكل كل شيء، بس خلونا نختار هناخد اللي احنا محتاجينه من أنهي مكون بالظبط. طيب هخلي جنبي هنا سباتولا عشان أبقى بقلب بيها باستمرار الشوكولاتة، أقلبها كده وأسيبها، أقلبها وأسيبها وهكذا. ناخد أستاذة نادية وإحنا بنبتدي في الرز. أستاذة نادية إزاي حضرتك؟ ألو مساء الخير، إزيك يا مساء الفل، أخبار حضرتك إيه؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ أنا كويس، حضرتك عاملة إيه؟ بص أنا بقالي فترة عايزة أتصل على حضرتك والله. دورتينا النهاردة. مش حظي يعني. معلش إحنا اللي كان حظنا وحش، بس كويس إن حضرتك شرفتينا النهاردة بالاتصال. لا أنت إنسان لذيذ وسلس حتى في ال ربنا يبارك فيك يا رب، تسلمي، ده ذوقك بس والله، اتفضلي. الله يخليك، أنا كنت عايزة أعرف بس اللازانيا بطعم اللحمة المفرومة. طيب احنا قبل كده عملنا لازانيا، احنا عملنا قبل كده لازانيا مرتين هنا في البرنامج، عملنا واحده بالسجق وعملنا واحده باللحمه المفرومه. انا محتاجه اعرف بس اللي هي باللحمه المفرومه. من عينيا. هسالك سؤال تاني، حضرتك هتعملي العجينه بتاعه الباستا نفسها عجينه اللازانيا ولا هتشتريها جاهزه؟ لا هشتريها جاهزه. خلاص هنزلها لك على الشاشه دلوقتي من عينيا الاثنين. وانا هصورها. حاضر، من عينيا الاثنين. ميرسي. الله يخليكي، نورتينا. الله يخليك. يسرى ممكن ننزل الوصفه دي من فضلك؟ طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي انا سخنت الزيت على النار، انا بعمل رز، سخنت الزيت على النار، هاجي هنزل الثوم في الزيت هنا وهشوح الثوم، ده ثوم مفروم نديله تشويحه من غير ما يلون، وبعدين هنزل بالرز. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ سخنت الزيت، شوحت الثوم، نزلت بالرز. طريقه الرز دي علميا اسمها الرز البلاف، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الرز اللي بيتشوح قبل الطبخ او بيتشوح قبل تمام التسويه بتاعته. يعني في انواع من الرز، في رز ستيمد اللي هو الرز الاسيوي اللي هو بيستوي على البخار، وفي الرز اللي انا بعمله ده شبه الرز المصري اللي بالشعريه والحبه والحبه والكلام ده كله اللي بيتشوح قبل التسويه، وفي رز ريزوتو اللي هو الرز الطلياني اللي بيستوي نص تسويه من غير ما يتغطى من غير ما يتشرب. لازانيا على الهواء. تسلم يا ابو حميد، شكرا جزيلا. شكرا يا يسرى. يا استاذ عطيات ازاي حضرتك؟ ايوه حبيب قلبي، وحشتني جدا يا سيدي. وحضرتك ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الدنيا ما شاء الله عليك، منمق وجميل ومثقف وحببتنا في الاكل. يسلم لي ذوقك، ربنا يبارك في حضرتك والله، ده من ذوقك بس. يا رب. بص بقى احلى حاجتين بصراحه يعني عجبوك اكتر من امتياز. الصوصات اللي علمتها لنا كلها والسندوتشات الحمد لله ما شاء الله عليك يا سيدي. طب حضرتك جربتي حاجه منهم في البيت؟ طبعا سندوتشات البانيه وسندوتشات حتى البفتيك اللي انت كنت في حاجه مقطعها شرايح كده بعد ما ظبطتها وعملت لها ارضيه بقى متنوعه. ده ساندوتش صح؟ حشوات ساندوتش ده ولا ايه؟ سندوتشات. ايوه ما شاء الله صح. يعني ربنا يبارك في عمرك يا ربنا يبارك في حضرتك يا رب والله. انا مبسوط جدا بتليفونك. ممتاز جدا. بس انا بقى عايزاك تضيف لنا حاجه. يلا قولي هي يعني ايه بقى عشان ولادنا واحفادنا عايزهم يتعلموا. يعني بلاش احنا كبرنا هم ايه تاكل قبل ايه مثلا؟ نبدا الاكل بايه؟ الاتيكيت برضو فن ايه؟ من عينيا. تقديم الطعام. حاضر. وفن الاكل يعني نبدا بايه؟ الشرب امتى؟ انت عارفه ان ده عارفه يا استاذ عطيات ده كان جزء من فورمات البرنامج في البدايه. ايوه بس احنا لغينا الجزء ده وقلنا ان احنا هنأجله شويه، فطالما حضرتك طلبتيه خليني ابتدي فيه واحده واحده كده. يعني انت مثقف ما شاء الله، فهتجيبه لنا بطريقه تحببنا وتحفظنا. ده ذوق حضرتك بس والله. وما تنساش بقى النقرس والكوليسترول وجبات سريعه كده خفيفه. تابعينا كل يوم جمعه بقى عشان احنا الجمعه بنخصصه للاكل الصحي. طب تمام. تابعينا يلا هنستنى حبيب حضرتك. حبيب قلبي حبيبي. نورتينا وشرفتينا باتصالك. دايما يا شريف. يا رب ربنا يبارك فيك. مع السلامه يا استاذ عطيات. مع السلامه يا فندم. عملت انا ايه دلوقتي؟ اللي انا عملته دلوقتي هو انه انا شوحت الثوم وبعدين حطيت الرز، قلبته تقليبه لغايه ما كل حبايه رز اتغلفت كويس بالزيت. هدي ما بقلبش كتير بعد ما احط الميه علشان الرز ما يعجنش. ايه اللي بيحصل؟ ليه الرز بيعجن؟ الرز بيعجن مع الحراره والتقليب المستمر. ايه اللي بيحصل؟ النشا بيخرج بره حبات الرز وبيعمل عجينه ما بين الرز وما بين الميه، فهو ده اللي بيخلي الرز يعجن. عشان كده لما بنيجي نعمل ريزوتو اللي هي الوصفه الطلياني بنعمل ايه؟ بنحط الرز في الطاسه ونضيف له ميه حبه حبه ونقعد نقلب. احنا بنبقى قاصدين في ريزوتو ان احنا نطلع النشا من الرز ونخليه معجن سنه عشان هو بيتاكل كده. بس الرز ده الرز المصري العادي او الرز البلاف عامه ما بتعملش كده، ما بتقلبش كتير. كل ما هنقلب اكتر كل ما احتماليه ان الرز يعجن تزيد. احنا مش عايزين ده يحصل طبعا. ها
هغطي على الرز دلوقتي، ولسه ما حطيتلوش الجزر، لسه ما حطيتلوش البسله ولا حبه البركه ولا السمسم ولا الكرات. هقول لكم بالظبط هنحطهم امتى. طيب عايزكم تبصوا بصه، ممكن يا احمد تبصوا بصه هنا على الشوكولاته. الشوكولاته ايه اللي حصل فيها هنا؟ الشوكولاته هي عباره عن قالب من الشوكولاته الخام، الشوكولاته الداكنه غير المحلاه، مبشور وحطيناه على حمام ميه، حطيناه في البوله دي وتحتيه ميه بتغلي لغايه ما الشوكولاته ساحت خلاص. هو ده اللي احنا كنا محتاجين نعمله. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نبتدي في السوفلي. هغسل ايدي وهرجع لكم نبتدي في السوفلي علشان نشوف ازاي هنعمله. نشوف بس ايدينا، هنقول مقاديره ونبتدي فيه، واحنا شغالين فيه هنرجع نكمل الرز وبعدين في الاخر هنعمل الفراخ. يلا بينا، تعالوا نقرب. ده خلاص يا ابو حميد، الدنيا بقت تمام. ماشي يا عم احمد، حاضر احمد، بس بيمن عليا عشان في ميه في الحنفيه بس يعني مش يلا بينا، تعالوا نقول المقادير بتاعت السوفليه وبعدين نتكلم عليه شويه. مقادير السوفليه، انا النهارده هعمل سوفليه الشوكولاته. مقاديره كالتالي: 6 بياض بيض، رشه ملح، 2 مكعب زبده، نص كوبايه سكر، 3 صفار بيض، بار شوكولاته داكنه اللي احنا دلوقتي سيحناها هنا على جنب خلاص. مش هستخدم الدقيق، سيبكم من الدقيق في الوصفه دي خلاص، انا مش محتاج دقيق في الوصفه دي. نص كيلو لبن، نص كوب لبن بس، هي دي المقادير البسيطه السهله اللي ما فيهاش اي تعقيد على الاطلاق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف مع بعض حالا. اول حاجه هعملها هو انه انا هجيب بوله، هجيبها هنا وهستخدم المضرب. كل اللي انا محتاجه هنا هو مضرب شغال. السوفليه بيعتمد على البيض. تعالوا نتكلم عن السوفليه كده ببساطه. السوفليه عباره عن ايه؟ السوفليه عباره عن قوام هش من مكونين اثنين. المكون الاولاني هو بياض البيض، وبياض البيض هنا البيضه فيها بياض وصفار. البياض بنسميه كده عامل رفع. يعني ايه عامل رفع؟ يعني بيدي قوام. والصفار حاجه اسمها عامل ربط، يعني بتدي امتزاج ما بين المكونات. فانا هعمل ايه؟ هجيب البياض هضربه لوحده، وبعدين الصفار هخلطه مع اللبن والشوكولاته، وبعدين اخلط الاثنين دول مع بعض. ده هيدي القوام بتاع السوفليه اللي احنا هنشوفه واحنا شغالين. هاجي هنا هحط بياض البيض، وبياض البيض ده هديه رشه ملح صغيره جدا. مهم جدا وانتوا بتعملوا السوفليه او بتعملوا اي مرنج، مرنج ده اللي هو البيض المضروب لغايه ما القوام بتاعه ارتفع، ان انتوا تخلوا بالكم ان ما يكونش فيه دهون في البياض. يعني ايه؟ يعني ما يكونش فيه نقطه صفار، خلوا بالكم عشان الصفار ده دهون، الدهون مش هتخلي بياض البيض يرتفع. طب يلا نضرب دلوقتي. بوقف وبعدين برفع كده المضرب بشوف هل عمل منقار ولا لسه. طالما ما عملش منقار يبقى انا محتاج اضرب اكتر من كده. يعني لو احمد دلوقتي جاب هنا على المضرب دلوقتي هتلاقوا انه لسه مفيش منقار، لسه مفيش حاجه نازله من هنا، يبقى انا كده لسه محتاج اضرب شويه كمان. يلا بينا نضرب شويه كمان. طب السرعه تكون ايه؟ خلوا السرعه متوسطه، سرعه الضرب تكون متوسطه. يلا نشوف المنقار. بقى عندي منقار اهو، عايزكم تبقوا شايفينه. احمد جايبه اهو، هعدله لكم كده عشان تشوفوه اهو.
شايفين المنقار ده هو ده اللي احنا محتاجينه. انا خلاص وصلت للقوام اللي انا محتاجه، مش هنسيب ده كتير، لو سيبناه كتير ممكن يهبط، فاحنا مش عايزين نسيبه كتير. يعني هنحط ده هنا وبعدين نشوف بقيه السوفليه بسرعه جدا. هجيب دلوقتي ايه؟ هجيب الشوكولاته اللي انا سيحتها. الشوكولاته اللي انا سيحتها دي هجيب لها مضرب المضرب ده هعمل بيه ايه بقى؟ المضرب ده هلف بيه الشوكولاته وانا بنزل عليها صفار البيض. طب ليه مضرب؟ علشان مش عايز صفار البيض يستوي، وبعدين هحط شويه من اللبن وارجع اضرب تاني لغايه ما اوصل لقوام لطيف. يا استاذ عبد المجيد ازيك؟ عامل ايه؟ زي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله. انا عندي 17 سنه على فكره. يا اهلا بيك، بس صوتك راجل كبير. لا انا عندي 17 يعني صغير. منور يعني. حبيبي اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله بخير الحمد لله، زي الفل. امورني حبيبي تحت امرك. ايه يعني انت بدات برنامجك من امتى يعني؟ البرنامج من امتى؟ البرنامج دلوقتي بقاله تقريبا سنه. تاني يعني انت من اول 2019؟ من اول، لا من نص 2018، من شهر 8 2018. ما كنتش عارف. امال فين الشيف اللي كان بدالك؟ راح فين ده؟ الشيف علاء في برنامج تاني في قناه اخرى. يعني بيقدم حاجه تانيه. طبعا. حبيبي منورنا. قول لي ليك اي طلبات، اي وصفات عايزني اقول لك عليها؟ لا انا سعيد جدا ان انا كلمتك والله. حبيبي انا اسعد. أنا اسعد، ربنا يخليك. فرصه سعيده جدا ان اتعرفت عليك. طيب انا عايز هنا بس رشة فانيلا خفيفة قوي، وبعدين تقليبة. بنحط فانيلا لما نيجي نستخدم البيض علشان نمنع وجود الزفارة. بس أنا كده تقريبا خلاص خلصت السوفليه، هو موضوع بسيط جدا وسهل جدا. طب هل أو هبتدي بقى أركب السوفليه ده أو هعمل إزاي؟ هوريكم حالا دلوقتي. هجيب الريميكنز دول أو القوالب دي، وهعمل ايه؟ همسك مكعب من الزبده يكون في درجه حراره الغرفه، وبعدين هروح محرك مكعب الزبده جوه وعلى الحواف وعلى السور بتاع كل قالب من القوالب دي، واحطه هنا. تاني هعمل كده تاني هنا. خطفتك انا يا ابو حميد معلش. وبعدين هكمل كده، وبعدين تمام، وهكذا. هنعمل كده. هو مكعب زبده واحد هيبقى كفايه جدا ان هو يعمل اربع قوالب. انا بعمل اربع قوالب دلوقتي. مكعب زبده واحد كفايه جدا. ونعمل اخر مكعب واحنا بنبص على الرز نشوفه اتشرب ولا لسه. الرز اتشرب، محتاجين بس ايه نوطي عليه خالص عشان يستوي على مهله. بس وطيت على الرز، نكمل هنا القوالب بتاعت السوفليه. يلا بينا. خلاص هغسل ايدي وارجع لكم. نعمل ايه بقى؟ هرجع لكم عشان نرش سكر جوه القوالب دي. السكر ده هيلزق على الزبده، وهو ده اللي هيساعد السوفليه ان هو يرتفع. ان السوفليه علشان يرتفع محتاج سطح خشن يتسلق عليه. بالظبط كده. السطح الخشن ده هيكون حبات السكر اللي لازقه على الريمكن او لازقه على القالب ده، لازقه على الزبده. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. تعالوا بس نجيب طبق كده واسع وليكن ده مثلا. الطبق الواسع ده هاخد هنا شويه من السكر. عايزكم تشوفوا المرحله دي او الخطوه دي. هاخد هنا شويه من السكر واحطهم كده وانزل الباقي، مش محتاج كل السكر ده. وهكذا هعمل كده في الاربع قوالب. يلا شويه من السكر كده، وبعد كده هنزل شويه من السكر هنا، وبعد كده هنزل شويه من السكر كمان هنا، وبعد كده هنزل. خلاص الاربع قوالب انا جهزتهم وعملتهم. انا هشيل بس من قدامكم الحاجات اللي انا مش محتاجها علشان ما تشغلكوش عن متابعه الوصفه. قبل الفاصل بس محتاجين نحط السوفليه في الفرن علشان نطلع نبص عليه. يلا هاجي هنا، خلي دي هنا كده جنبي، ده برده مش محتاجينه دلوقتي. هنشوف بقى ازاي نقلب السوفليه، وانا بقول لكم ان دي اهم مرحله على الاطلاق
في السوفليه. تعالوا نشوف ايه هي المرحله الاهم. المرحله الاهم هو ان انا ازاي هقلب المارينج او البياض اللي انا ضربته مع خلطه الشوكولاته اللي انا مجهزها علشان ما تهبطش وعلشان ترتفع لما ادخلها في الفرن. لازم بس نتاكد ان الفرن شغال. الفرن شغال، درجه حرارته خلوها 180، محتاج درجه حراره عاليه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هخلط المكونات دي مع بعض. تعالوا نشوف ده هنعمله ازاي. هنزل الاول هنا بنص كميه البياض، وبعدين هنزل بالشوكولاته على جنب كده، بس كفايه قوي كده. وبعدين هبتدي اقلب من تحت لفوق كده. بقلب من تحت لفوق، بخلط من غير ما اطلع الهواء اللي جوه البيض. نبتدي بقى نكمل في التقليب ده لغايه ما ابقى شايف ان اللون ممتزج، يعني مش عايز ابقى شايف ابيض وبني، عايز ابقى شايف لون لطيف. نبتدي بقى نكمل في التقليب ده. بكسر كده بس بالسباتولا لو شايف حتت مبيضه لغايه ما الاقي ان اللون امتزج، بدا يمتزج اهو، خلاص تقريبا تمام. حلو. هنا بقى هروح جايب الخليط ده وانزله. واكمل خلط. هكمل هنا خلط بالشكل ده. برضو باخد من تحت لفوق، وبعد كده في النص بعمل كده، من تحت لفوق وفي النص بعمل كده، وهكذا 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 لغايه ما الاقي ان القوام واللون ممتزج. ايه اللي هعمله بقى دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد الخلطه دي حالا وابتدي انزلها جوه القوالب اللي انا محضرها، اللي انا حاطط فيها زبده وسكر. نشوف ده مع بعض حالا. كفايه كده، مش عايز اقلب اكتر من كده علشان مش عايز اطلع الهواء من السوفليه. يلا اخر تقليبه دي. اللون تمام واحنا مستعدين. هنجيب بقى مغرفه بنملى السوفليه لغايه ثلاث ارباعه بس، ما بنملاهوش على الاخر ولا بنملى لغايه نصه. ليه؟ عشان يطلع ويرتفع ونشوف ليه قوام فوق كل قالب من القوالب دي. هنمسك كده ونيجي هنا نبتدي ننزل كده. ناخد تاني من هنا وننزل هنا زي ما قلت لكم تقريبا تلات ارباعه عشان يبقى عنده فرصه يطلع. يلا نعمل تاني. نصب واحد اخير. تعالى نصب ده. هاخد التلاتة بقى دول واحطهم هنا في الصينية دي وادخلهم الفرن درجة حرارة تكون 180، هيقعدوا 10 دقايق بالظبط. هدخل ده في الفرن واطلع فاصل وارجع لكم نشوف هنعمل ايه كمان. يلا بينا نطلع دلوقتي فاصل، بعد الفاصل هنرجع نفتح على الرز نطمن عليه، وبعد كده نبتدي في وصفة دبابيس الفراخ. استنوا.
يا اهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا من الفاصل. عايز اقول لكم بس ان السوفليه هياخد في الفرن من 10 ل 15 دقيقه، فاحنا لسه عندنا وقت. هنطلعه في اخر الحلقه، هنطلعه واحنا بنرص السفره بتاعتنا واحنا بنقدم السفره بتاعتنا. انا عملت ايه؟ انا حطيت الرز على النار بس لسه ما حطيتش الخضروات بتاعته، وحطيت السوفليه وعملنا السوفليه مع بعض وحطيته في الفرن. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. الرز استوى تسويه الا ربع، تمام. طيب امتى هحط الخضار؟ دلوقتي. تعالوا بقى نبص على الرز كده، تسويته لطيفه جدا. ايه اللي انا محتاج اعمله؟ هسيبه متغطي عليه، وسخنت هنا طاسه على النار، دي طاسه الفراخ انا عارف، بس انا هشوح الخضار فيها قبل ما احط الفراخ. احط هنا كده شويه من الزيت، وبعدين هاخد كده ربع معلقه من الثوم، ربع معلقه ثوم كده، هقلبها هنا، وبعدين هجيب الجزر واديله تقليبه يتشوح كده. الجزر ده هل هو جزر ني؟ لا، الجزر ده جزر احنا عاملين له حاجه اسمها بلانشينج. يعني ايه بلانشينج؟ شبه كده الخضار السوتيه، بس احنا مش مسويينه قوي. البلانشينج ده ما بيسويش الاكل، بس هو بيبقى عباره عن ميه بتغلي بننزل فيها الخضار او اي مكون بنعمله بلانشينج، بننزل فيها الخضار ونطلعه على طول، ننزل فيها المكون ونطلعه على طول. طيب انا دلوقتي كده بقلب الجزر، بدات اشم ريحه تشويح الجزر مع ريحه الثوم اللي موجوده في الوصفه دي. هعمل ايه كمان؟ هنزل هنا بالبسله. البسله دي برده نفس الكلام، معمول لها بلانشينج، يعني نازله في ميه بتغلي وطلعت على طول. نكمل تقليب. يا مدام فاتن، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله خير. طبعا كل مره هقول لك شكرا جزيلا على كل معلومه بتقولها لنا. يا ربنا يبارك في حضرتك، وشكرا على كل الديسكريبشنز اللي بتعملها لنا بطريقه مبسطه جدا. والحمد لله ان هي بتعجب حضرتك. سؤالي برضو حاجه مبسطه جدا. يلا اساليني. افضل طريقه لسلق اللحوم؟ انا بحب السؤال ده. حاضر، من عينيا الاثنين. شكرا، هقول لحضرتك حالا دلوقتي. نورتينا وشرفتينا بالطرف. بصوا بقى، مفيش حاجة اسمها سلق اللحوم بالمعنى المعتاد. ايه المعنى المعتاد؟ انه يبقى انا عندي مية بتغلي، مينفعش يبقى عندي مية بتغلي كده وانزل فيها لحمة او فراخ عشان اسلقهم، ده مش صح. ليه مش صح؟ لان دي درجة حرارة عالية قوي على البروتين نفسه، على انسجة الفراخ او انسجة اللحمة. بتعمل ايه؟ بتخليها تشد في الاخر. فاللي انا محتاجه من حضراتكم ان انتوا لما تيجوا تسلقوا لحمة ما تخلوش المية بتبكبك وبتبقلل وبتغلي. دي درجة حرارة الغليان، أنا مش محتاجها أبدا في السلق. أنا في السلق محتاج درجة حرارة أقل من كده، اسمها السلق البطيء أو السيمرنج، اللي هي درجة حرارة ما قبل الغليان. بنعرفها إزاي؟ مش هشغل بالكم بدرجة حرارتها، بس أنا هقول لكم بالبصر تقدروا تعرفوا إزاي. هدي بس تقليبة هنا بسرعة وأرجع أقول لكم. بس كده بالنسبة لي حلو قوي، خضار اتشوح وبقى جميل. نعمل إيه بالظبط؟ لما المية تبقى منملة، عارفين المايه كده لما بتيجي تسخن تبتدي كده تسخن بالراحه، بتقعد المايه عمليه تقليب كده وهي لوحدها بتتحرك، بيبتدي يبقى فيه بقاليل صغيره بتطلع من قعر الحله لفوق، هي دي درجه الحراره المناسبه. طب بتوصلوا لها ازاي؟ علوا على المايه لغايه ما تغلي، بعد ما تغلي وطوا عليها، وبعد كده اسلقوا فيها المكونات. لازم برضو في السلق تحطوا منكهات، يعني حاجات تضفي نكهه على المكون اللي انتوا بتسلقوه. بتسلقوا لحمه مثلا، فانتوا محتاجين تضيفوا مكونات تعزز وتحسن طعم اللحم. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال وانتوا بتسلقوا لحوم مثلا، حطوا فلفل حصى، وما تقلقوش مش هيخلي الاكل حامي، لان الفلفل الحصى مش زي الفلفل المطحون الباودر، لانه هينزل طعمه بس مش هينزل حمايه. فلفل حصى، حطوا جزر، حطوا كرفس، حطوا اعواد بقدونس، العود بس مش الورق بتاعه. ما تحطوش ملح الا بعد السلق بس، دي لو عملتوا كده هتوصلوا لسلق جيد جدا. الخضار اتشوح، الرز على النار هيطفي عليه دلوقتي. تعالوا نعمل وصفه الفراخ. هعمل الفراخ في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الخضار. يلا بينا. هاجي هنا هنزل الخضار اللي انا شوحته ده، وهسيبه لكم برده عشان تبصوا عليه بصه. لا قول تاني يا احمد. يا استاذه ايمان ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك يا شريف؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
ازيك انت حبيبي؟ زي انت ما تعرفش احنا بنحبك قد ايه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تسلمين والله. من ايام شريف مذكور كنت تشتغل معايا اول ما طلعت. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخليك. احنا بنعزك وبنحبك لانك انت انسان بسيط جدا، وبنحس انك انت مننا، واخد بالك؟ يعني زي حالتنا كده في البساطه، وكل حاجه بالراحه، وكل حاجه بنفهمها منك بطريقه جميله وشيك في نفس الوقت. الحمد لله ده بيوصل لحضراتكم. والله يا ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. نفسي بقى ايه تعمل لي حاجه عملتها وبفشل فيها دايما. لا ليه قولي لي. شوربه السي فود. شوربه السي فود. طيب عايزه شوربه السي فود دي فاتحه ولا عايزاها محمره؟ عشان في كذا نوع. لا بحبها الفتحة. الفتحة. من عينيا الاثنين. أول حلقة هعمل فيها سي فود هيكون فيها شوربة سي فود بالكريمة لحضرتك. من عينيا الاثنين. نورتينا وشرفتينا. وعايزين حاجة تانية. عايزين نحتفل بالبرنامج بتاعك بقى إن شاء الله كده بالسنة اللي عدت دي، وإن شاء الله السنة الجاية تبقى سنة خيرة في يا رب. هنعمل كده إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. نورتينا وشرفتينا باتصالك. تعالوا بس أقول لكم أنا عملت إيه دلوقتي وأنا كنت بتكلم في التليفون. انا عملت ايه؟ انا شوحت الجنزبيل والثوم، بس مش عايز اشوحهم اكتر من كده، فهرفع الطاسه من على النار واجيب لها كده طبق صغير هنا، والطبق ده هنزل فيه، بلاش ده كبير قوي، ممكن هنا في الرمكان ده. يلا هنزل هنا تشويحه الثوم مع الجنزبيل، هوريها لكم حالا، هقول لكم انا عملت ليه كده. يلا هرجع دي النار تاني واجيب لكم دي هنا كده قدامكم تبصوا عليها. بص اللي قدامكم ده هي عباره عن تشويحه الثوم مع الجنزبيل. هاجي هنا ناخد معلقتين من الزيت. انا نفسي افتح الفرن وافرجكم على السوفليه، بس دي خطيئه، ما ينفعش نعمل كده. لو السوفليه فتحنا عليه النار قبل ما ينفش كويس هيهبط زي الكيك، بس انا مش عارف هتبقوا شايفين كده من جوه ولا لا. بدأ يطلع. ايوه بص هي دي الصوره. هل هو كده خلاص استوى؟ لا لسه، انا عايزه كمان يطلع فوق الجدار بتاع الرمكان ده، فانا هسيبه شويه كمان. نرجع هنا تاني لوصفه الفراخ اللي انا لسه ما قلتش مقاديرها، سامحوني هقولها حالا دلوقتي، بس انا عايز الاول احط الفراخ على النار عشان تستوي قبل ما الحلقه تنتهي. يلا هاجي هنا كده هحط دبابيس الفراخ، بحاول احط الدبابيس على الناحيه اللي فيها جلد اكتر. طيب تعالوا اقول لكم المقادير على ما تاخد لون من الجنب ده. يلا بينا. مقادير فراخ بصوص الجنزبيل والعسل. كيلو دبابيس فراخ اللي احنا حطيناها وبنشوحها دلوقتي، معلقتين جنزبيل فريش مفروم، معلقتين عسل نحل وهنشوف هنعمل بيهم ايه، معلقه ثوم مفروم، معلقتين زيت، معلقه حبه البركه، ملح وفلفل. الوصفه دي بسيطه جدا، الوصفه دي سهله جدا، متاخدش وقت ولا مجهود، وطعمها جيد جدا. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبتدي بقى ان انا ايه اقلب كده الفراخ تقليبة كده. اللون اللي انتوا شايفينه فوق الفراخ ده هو لون الجنزبيل والثوم اللي كانوا بيتشوحوا هنا قبليه. عايزها بس تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده من الجانبين بتوعها، وبعدين هبتدي اكمل التسويه بتاعتها. الرز بقى هنعمل فيه ايه؟ احنا دلوقتي ممكن نغرف الرز. ليه؟ لانه خلاص الرز نفسه استوى، سويناه لوحده مع الثوم، ده رز بالثوم، والخضار سويناه لوحده. انا ليه ساعات بعمل كده؟ يعني ليه ساعات اسوي الرز لوحده والخضار لوحده وبعد كده اجمع الاثنين مع بعض؟ بعمل كده لما اكون عايز احافظ على الالوان، يعني عايز ان الرز في النهايه يبقى شكله كل حاجه محافظه على لونها، لانه انا لو سويت كله مع بعضه الالوان هتبهت، مش هبقى شايف لون الخضار كويس ولا هبقى شايف لون الرز كويس، هبقى شايف كده لون ما بين الاثنين. ساعات بنعمل كده وساعات بنعمل كده على حسب احنا عايزين نقدم ازاي بالظبط. استنوا بس عشان اخد ده. يلا هاجي هنا هنجيب الرز وعايز انزل بالرز هنا. عايز بس اعمل ايه؟ هجيب حاجه اطلع بيها. يلا اهي لقيتها. هاجي هنا هنزل الرز
بس سخنه جدا. تعالوا نجيب لها منديل او حاجه نمسك بيه. نبص كده بص على السوفليه. السوفليه جميل قوي. هنزل هنا بالرز. كفايه الكميه دي، خلي دول لبعدين. وبعدين بعد ما نزلت بالرز كده هنزل عليه بحبه البركه والسمسم. بعد ما سويته واديه تقليبه. انا شميت ريحه حبه البركه سخنت كده مع الرز وطلعت ريحه حلوه. تمام. وبعدين هاجي دلوقتي اجيب الخضار اللي انا شوحته وانزله هنا. رز بحبه البركه والسمسم والخضار. فاضل ايه بقى؟ فاضل شويه من الكرات، هنحطهم برضو حالا دلوقتي. يلا كرات. بصوا الطبق ده هو طبق جانبي بس طبق حلو جدا 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 جدا. بقى عندي رز جديد شكله لطيف، واوعدكم بقى ان طعمه حلو. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي محتاج انه انا خلاص الفراخ دلوقتي لونها بقى كويس جدا، محتاج بقى ان انا اسوي الفراخ دي كويس. فالفراخ محتاجه عشان تستوي كويس سائل. هناخد من الميه المغليه دي نحط هنا رشه من الملح والفلفل الاسود، وبعدين نغطي الفراخ بفويل لمده 5 دقايق بس وهتكون استوت خلاص. بس بعد ما غطيناها بفويل محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نغطي عليها النار. هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع فاصل، بعد الفاصل ده هرجع لحضراتكم. هنقدم الرز، هنبص على الفراخ، ونطلع السوفليه من الفرن عشان هو استوى. استنوا.